الأغلب يحبون سيف سلمان. نعم. ومثل ما نقول النظيف نشوف هاي المقاطع ينقهر. ليش هيك سيف وصل لهاي المرحلة؟ سيف لاعب نجم، ماكو اثنين كانوا يختلفون عليه. منو الأذى سيف؟ منو انكسر سيف؟ خلاص كرة القدم بحياة سيف، لأن حتى من دا يلعب ما تحسه سيف الأولي. شوف بالتأكيد إنه يعني عن طريق أبو سعيد إن هذا الفيديو فإلها كلام كثير جدا، إنه يعني بداية مشوارنا منتخب شباب، يعني هذا كانت يعني ربطته ويا مباريات منتخب شباب كأس العالم. فبالتأكيد إنه بالسنين اللي راحت انظلمت كثير من بعض الناس اللي مسؤولين اللي كانوا في الاتحاد العراقي. سيف انظلمت من مسؤولين لو مدربين لو لاعبين؟ لا، بالفترة هي الكل صارت ضدي، إذا سواء كان رئيس الاتحاد أو مدرب سمع من لاعبين وصلوا له كلام بأنه سيف يريد يخسر المنتخب وما شابه. ومع الأسف الشديد بتلك الفترة كان المدرب أنا اللي أعرفه عنه أنه ما يسمع القيل والقال، بس بالفترة أنه وصلوا للكلام سمع بكلامهم. وبالفترة اللي أنا بعدت بها كنت أفضل لاعب في بطولة الخليج، خليج 21 وأيضا خليج 22، وكنت محترف بالدوري السعودي أفضل الدوريات في الوطن العربي وفي آسيا. أنا بعض الأحيان أتساءل بيني وبين نفسي أقول ليش إنه أبعدت من المنتخب وأنا بالبطولة كنت أفضل لاعب وسط بالبطولة، بالبطولتين يختارون اللجنة المنظمة للبطولة، شنو السبب اللي أنا ما أكون متواجد في نهائيات كأس آسيا؟ يعني بالتأكيد إنه العالم المحبة أكو ناس تحبك وناس تكره، فالناس المحبة تريد تعرف شنو السبب. السبب أنا لحد الآن ما أعرفه شنو. معقولة؟ ممكن قريب كنت على الكادر التدريبي السابق بعد ما استلم، أوجه له تحية الأستاذ راضي شنيشل. كنت قريب عليه؟ بالتأكيد أنا قريب على كابتن حكيم شاكر في عملنا لمصلحة البلد ومصلحة المنتخب. وبسبب هذا ممكن؟ حسبت علي، هم كلهم كانوا قريبين على الكادر التدريبي، يعني كابتن حكيم قريب على كل اللاعبين، فلذلك أنه أنا اللي وقعت بيها وأكو لاعبين صاروا بعيدين عن يعني معقولة راح يصير أكثر من 8 سنين 9 سنين ما تعرف شنو السبب يا كابتن سيف؟ لا يعني تعرف بالرياضة ماكو شيء ينضم. اي الا 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 حالة مالتي ما أعرف شنو السبب. أنت هسه فسرها، أنت كمشجع أو كإعلامي؟ لا، محب لسيف سلمان، مو إعلامي ولا مشجع، محب لأن شخص قدم ولاعب، مو أنا يعني الفنيين أشهدوا بي. ليش سيف وصل هاي المواصل؟ أنا دا أسأل، هو اللاعب الجيد ويروح يحترف بأفضل دوري في الوطن العربي السعودية ترى مو سهل، وأفضل نادي في آسيا يعني نادي الاتحاد السعودي، يجي البطولة اللي وراها بشهر يبعد من المنتخب، شنو السبب؟ حاجي يعني مسولف؟ لا أبدا، أنا مو من النوع اللي أحكي وأسولف. الشيء غلط أقول بيه غلط بالتلفزيون، برا بالمجتمع الرياضة، برا الرياضة، أي شيء غلط أقول إنه هذا الشيء غلط. فممكن إنه بصراحتي اللي كانت تلك الفترة أنت لاعب وجوز يقول لك ليش يحكي ليش يتحدث، هو أول وتالي لاعب، أكو مدرب أي مشرف. أي لاعب كنت تحكي بذاك الوقت؟ أي طبعا لاعب، وإلي حق إنه أوصل وجهة نظري من لما أشوف. بس أنت مو كابتن كنت؟ مو شرط إنه أكون كابتن، هو الكابتن مو إلا إشارة، كابتن لما يكون قائد داخل الملعب. هي الإشارة ما توكل خبز على فكرة، بس بداية شخصية كانت أنت كشخصية، أنه أنت كلاعب تفرش شخصيتك على المدرب وتفرش شخصيتك على الجمهور وأيضا على الخصم، ما له دخل كابتن فريق أو مكابتن فريق، سواء كنت لاعب صغير أو سواء كنت لاعب كبير، شخصيتك أنت كإنسان داخل الفريق لازم تكون قائد بكل مجالات العمل الحياة، لاعب كرة قدم، صاحب محل، مدير شركة، أي شيء لازم تكون أنت إلك شخصية في, 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 في العمل اللي أنت تشتغل به. فما له دخل انه سواء كنت انطيت وجهه نظري بالشيء الصح وبالشيء الايجابي اللي يخدم البلد، لا ضر انه حتى الكادر اللي كنت قريب عليه سيف ما فد يوم جلست معه وقلت له كابتن ليش شيء صار؟ لا ما جلست معه؟ لا، هي هو الظلم وشلون يبين بعد؟ انا انظلمت من الكادر التدريبي ومن الاتحاد العراقي. ليش ما استمريت بسيف سلمان المعروف؟ اي انا اقول لك، هي من بدت هاي الاولى، وانا طلعت قمت اصرح قلت الاتحاد ظلمني وما ادري شنو، صار الجمهور ضد الاتحاد، زاد الظلم بعد صار كروز عليك بعد صار اكس، انتهى انه هذا اللاعب ما يكون متواجد مع المنتخب. زين انا من بدت بس هواي لاعبين انظلموا بس بادائهم سيف
جبره ولا لا؟ ماكو لاعب، ماكو لاعب عنده اداء حاليا من بطوله الخليج ومن بطوله اسيا ولحد الان. اعطيني لاعب مميز في المنتخب العراقي. هو انت منتخبك مو زين، وانا اكو لاعب انه بقى مستمر على اللي يبقى يستمر بالسوشيال ميديا، اللي يبقى يستمر يدفع فلوس، اللي يبقى يستمر يجامل، اللي يبقى يستمر على حساب فلان وفلان.